قلنا لك شغلنا صعب وفي ضغط كتير. مظبوط؟ وشو المطلوب مني؟ المطلوب انك ما تتصرفي على مزاجك بس لانه قضينا ليله مع بعض. شو؟ انت اللي طلبتي انه الشيء اللي صار بيناتنا ما ياثر على الشغل. التزمي فيه. انت التزم فيه. ومش كشي انا بعمله بربطه بهديك الليله. نحن مش تلميذ مدرسه. اذا تاخرنا 5 دقائق بناكل عيطه من المدير. انت هي اللي معقد القصه. هي من الاساس مش حرصه. انا انحلت.